كشف مصدر أمني بشرطة محافظة عدن بأن الانفجارات التي حدثت فجر اليوم ناجمة عن عبوات ناسفة ولم تنجم عنها أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأفاد المصدر بأن تلك الانفجارات استهدفت مركز شرطة المنصورة ومقر الأمن السياسي بمديرية المنصورة أيضا، ولم تلحق أي أضرار تذكر عدا أضرار بسيطة في محيط جدران المرافق الأمنية المستهدفة من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تسعى إلى زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة. ووضح المصدر أن التحريات الأولية للفريق الأمني المتخصص بالتعامل مع المتفجرات أكدت بأن تلك العبوات محلية الصنع ومن نفس نوعية العبوات التي تتدرب عليها عناصر القاعدة، مبينا أنه تم تفجير تلك العبوات عن طريق بطاريات تعمل بنظام التوقيت المبرمج.